السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو ماي دير بيبلز، طلبة وطالبات جريد 4، ويلكم تو ا نيو ابيزود اوف سكولا. معانا ان شاء الله باذن الله منهج فول بلاست ليسن نمبر 2 دي، اللي هو بعنوان لاند اهوي، ارض في الافق. هنتكلم على ايه النهارده ان شاء الله يا شباب؟ هنتكلم على نيو ووردز، هنتكلم على بوينتس اوف ذا كومباس، اتجاهات البوصله، هنتكلم على امبورتنت سنتنسز، ومعانا باراجراف مهم اباوت كريستوفر كولومبوس. طب الجرامر اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله، هنتكلم على personal pronouns، الضمائر الشخصية. عندي two kinds of personal pronouns، عندي subject pronouns وعندي object pronouns. عايز تعرف الفرق بين subject pronouns object pronouns امتى نستخدم الاثنين؟ هات ورقة وقلم وبسرعة نكتب مع بعض. ونبدأ نشوف كلمات land ahoy اللي هي بمعنى ارض في الافق، أو رأينا actually في الواقع. around about معنى حرف الجر طبعا ايه؟ about، بمعنى around بس حوله، تمام؟ أو عن be born بمعنى ولد، واحنا قلنا بي دي هتكون عندي in the present am or is or are، في الماضي طبعا was and a and were. be born captain اللي هو طبعا قائد السفينة، قائد الطائرة او قائد الشرطة، captain قائد فريق كمان، captain ونقيب في الشرطة. coast بمعنى ساحل. excited بمعنى متحمس. explore يستكشف، وعندي explorer بمعنى مستكشف. explorer. famous بمعنى مشهور. famous. feel بمعنى يشعر. feel. happen بمعنى يحدث. immediately بمعنى على الفور. incredible بمعنى لا يصدق. the last word عندي كلمة land بمعنى أرض. هنبدأ ناخد الكلمة التانية. name after يسمى باسم. next التالي. please بمعنى مسرور. promise بمعنى وعد. reach يصل. sailor بحار. shout يزعق او يصيح يصرخ، حرف جر ات. voyage بمعنى رحلة بحرية. طيب عندي points of the compass اتجاهات البوصلة. east اتجاه الشرق. north اتجاه الشمال. south اتجاه الجنوب. اخر اتجاه عندي west اتجاه الغرب. تعال نتكلم ده على ايه important sentences. number one I'm reading a book about sailor like Sinbad بحار. number two she went on her first voyage او الرحلة بحرية to the south seas البحار الجنوبية. the captain of the ship was very polite. The captain was very polite. مؤدب جدا. In 1770 he reached and explored the east coast of Australia. سنة 1770 وصل واستكشف الساحل الشرقي من استراليا. When they were on the deck على سطح السفينة، deck سطح السفينة of the ship they saw land رأوا الأرض. The captain James Cook
was a famous explorer. الكابتن جيمس كوك ده كان ايه مستكشف عظيم او مشهور. I was named after my grandfather. I was named after my grandfather. سميت باسم ايه؟ باسم جدي. اوكي او اللي سماني ايه؟ باسم جدي، على اسم جدي يعني. He promised to name the street after me. He promised to name the street after ايه؟ مي، وعدني ان هو يسمي الشارع بايه؟ باسمي. Actually في الواقع I did my homework، عملت الهومورك بتاعي. You should drive carefully. طبعا اتكلمنا على ايه الصفة والحال قبل كده. Drive carefully. You should drive carefully. She immediately shouted when she saw a snake. اول ما شافت الايه الثعبان على الفور على الحال كده بسرعة كده بدأت ايه تزعق. This morning something incredible. شيء لا يصدق happened، حدث. تعالوا بقى نتكلم على الجرامر بتاعنا، وهنتكلم على personal pronouns، الضمائر الشخصية. يعني ايه الضمائر الشخصية؟ هنفرض ان في واحد اسمه عبد الله، كل ما اجي اكتب جملة اقول فيها عبد الله، عبد الله بليد، عبد الله سوام، عبد الله سويفت، نفضل نكتب عبد الله عبد الله عبد الله. لا، احنا لازم نشيل اسم عبد الله ونحط ايه؟ نحط ضمير. نحط ايه؟ ضمير. انا هشيل الاسم واحط مكانه ايه؟ ها؟ ضمير. تمام. يعني عبد الله سوام، هقول هي ايه؟ سوام. شلت عبد الله وقلت ايه؟ قلت هي. عبد الله سليبت، شلت عبد الله وقلت ايه؟ هي سليبت، شلت الاسم وجبت ايه؟ ضمير. خلي بالكم ان عبد الله فاعل. تمام؟ انا شلت الايه الاسم او الفاعل وجبت مكانه برضو ايه ضمير، ضمير فاعل. طيب هي بتدل على الشخص اللي اسمه عبد الله، يبقى بنستبدل الاسم بايه؟ بضمير بيعبر عن نفس الايه، عن نفس الاسم. نستبدل الاسم بضمير بيعبر عن نفس الايه، الاسم. طيب الضمائر اللي هنتكلم عليها النهارده كم نوع؟ نوعين. ضمير بيعبر عن الفاعل، يعني هيجي اول الجمله قبل الفعل. وضمير بيعبر عن المفعول، يعني هيجي بعد الفعل. الفعل في الانجليش بيجي قبل الايه؟ الفعل. والمفعول بيجي بعد الايه؟ بعد الفعل. يعني انت عندك فاعل، فعل، مفعول، صح؟ الفاعل بعد فعل، والمفعول قبل ايه؟ قبل ايه؟ قبل فعل. ترتيب الجملة هو subject، فاعل، verb، فعل، object اللي هو مين؟ المفعول. ادي الفاعل بعده فعل، وادي المفعول قبله فعل. طيب لو جينا نشيل كلمة ونحط مكانها ضمير، يبقى هتيجي في نفس المكان وتغير، صح؟ يعني ينفع اشيل فاعل واحط مكانه فعل؟ لا. ينفع اشيل مفعول واحط مكانه فعل؟ لا طبعا غلط. شلت فاعل حط مكانه فاعل، شلت فعل حط مكانه ايه؟ فعل. شوف المثال ده بيقول ايه. اوكي، انا عندي علي. علي ده ايه؟ علي ده فاعل وفي نفس الوقت ايه؟ سبجكت. طيب سامي، تمام، وفي اخر الجمله اهو مكانه ايه؟ مفعول، اوبجكت يعني. هشيل علي ولانه ايه؟ فاعل، جبنا مكانه ايه؟ هي. انما سامي مكانه مفعول، يبقى هجيب مكانه كلمة هم. هم معناها هو، ولكن اسمه ضمير ايه؟ مفعول، يأتي قبله فعل، يأتي قبله ايه؟ فعل. يبقى ضمير الفاعل بيجي اول الجملة وبعده فعل، ضمير المفعول يأتي اخر الجملة وقبله فعل.
ضمير الفاعل وضمير المفعول هما ليهم نفس المعنى، ولكن الاختلاف في مكانهم في الجملة ايه بس. طب ادي ضمير الفاعل وادي ضمير الايه المفعول، تعال نشوف ونحفظ. لما يكون عندي I انا ضمير المفعول بتاعه مين؟ I me. لما يكون عندي you ضمير المفعول بتاعه you، انت او انتم. they هم ضمير المفعول بتاعهم them، they them. we نحن ضمير المفعول بتاعها us نحن. he هو ضمير المفعول بتاعه ايه him. she هي ضمير المفعول بتاعها her. it غير العاقل هي هي ضمير المفعول بتاعها ايه it غير العاقل. اوكي okay. طيب subject pronouns are used in the place of the subject، تستخدم مكان الايه الفاعل of the sentence. they are studying، they هنا الفاعل. we can know the subject of the sentence by asking who، عايز تعرف الفاعل بتاع الجملة اسأل باستخدام ايه هو. انما object pronouns are used in the place of the object only، مكان المفعول. they never come in the beginning of the sentence، ما بيجوش ابدا في بداية الجملة. okay as the subject or the doer of the action، زي الفاعل اللي بيجي في اول الجملة فاعل الجملة. Jack is playing with John، ادي جون هنا ايه مفعول جاي في اخر الجملة. اوكي طيب Jack is playing with him، انا شلت جون اهو وحطيت مكانه ايه him. جون جاي قبل ايه playing، وهم جاي قبل ايه playing، وضمير المفعول بيجي قبل ايه كل دول كده هتلاقي قبلهم ايه فعل، كل دول كده هتلاقي بعدهم فعل. اوكي ناخد اكزامبل. كابتن كوك هو ذا فيموس اكسبلورر، اي نو ا لوت اباوت هيم، هي ووز فروم انجلاند، هي ووز نو a lot about him. okay نيجي نتدرب بقى على exercise بيقول لي complete using personal pronouns، هنكمل باستخدام الضمير ايه الشخصي. احنا قلنا في ضمير فاعل وفي ضمير ايه مفعول. okay ضمير الفاعل بعد فعل، ضمير المفعول قبل فعل. number one give space my mobile phone Adam، I space you have space. يبقى give me اديني my mobile phone Adam، I know you have a، بتكلم عن الموبايل فون يبقى you have it. number two I don't، I give space to your brother، ask space. I give هستخدم ضمير ايه it ضمير مفعول عشان قبل ايه give. ask مين ضمير مفعول برضو هو him، ask him. تمام tell space about your trip we، يبقى tell مين ادي هنا عايز مفعول، والمفعول من مين اللي هو tell us. tell us about your trip we want to know all about رحلة. تمام يبقى all about it. number three those shoes are nice. okay I want to buy shoes. buy يبقى هقول هنا ايه زم. number b aren't space a bit expensive، مش غالية دي يعني مش غاليين دولي. aren't ايه aren't they shoes الجامعة طبعا. number where the captain space over there، طب انا بتكلم على كابتن في اول الجملة وبعد فعلي بقول he is over there. do you تمام want to talk to him، يبقى الفعل بعد مفعول، الفاعل بعد فعل. complete the sentences with the words in the box، الكلمات sailor captain north voyage land coast explore. number one I'm reading about space like Columbus and Cook،
دول بنقول عليهم ايه؟ explorers. اكس نمبر 2 on its first space the ship traveled around the world on its first جميل voyage after 2 months at sea we saw we saw what جميل we saw land number 4 The space of the ship was very popular with his space. طبعا احنا بنقول مين؟ The captain of the ship was very popular with his what? His ايه؟ البحارة بتوعه sailors. Number 5 Polar bears live in the space. الدببة القطبية بتعيش فين؟ ها؟ In the north. Number 6 We stayed at a beautiful town on the space and went swimming every morning. We stayed on the coast. طيب نشوف موديل باراجراف about Christopher Columbus طبعا من أشهر البحارة Christopher Columbus was a famous explorer. He was from Italy. He was born in Italy. He is Italian. He went on 4 voyages to the Americas. He took 3 ships on his first voyage. Simple paragraph. Paragraph بسيط كده تقدر تقول جمل عن Christopher A. Columbus. Circle the correct words. Number 1 The explorer or captain of the ship was a polite man. Number 2 We had an or a incredible or pleased time last night. Number 3 I was from or named after my grandfather. They got off the ferry actually or immediately. Alex shouted or promised to do the washing up. The last sentence We reached the coast or land of Italy early in the morning. فكرنا شباب عشان هنا هنكتب الايه الدايركشنز طب نكتب الدايركشنز بنقول هنا ايه نورث ساوث عندي هنا ايه ايست وعندي هنا ويست اوكي طيب نمبر 1 ذا فيري جود ذا كابتن اوف ذا شيب ووز A polite man. Number 2, we had an incredible time last night. Number 3, I was named after my grandfather. Number 4, they got off the ferry immediately. على الفور. Alex promised to do the washing up. We reached the coast of Italy early in the morning. Number C Use the object pronouns ضمائر المفعول يعني اللي قبلها فعل To replace the words in bold الكلمات اللي مكتوبة in bold بالخط التقيل ده هنشيلها ونحط مكانها ضمير ايه مفعول يبقى لازم أن تكون عارف تحول الاسم لضمير Okay يعني my friends حولهم لذي Sally she Jessica and me يبقى نقول we Jason he My camera it Sheila and Jim هقول they لو مش عارف احول الاسم لضمير هعرف احل الاكسرسايز دون ولا هعرف اعمل اي حاجه نمبر 1 My friends are going to a fast food restaurant really I really want to go with my friends هنشيل كلمه my friends ولا ايه I really want to go with them نمبر 2 This is Sally's jacket please give it to Sally هقول give it to her very good نمبر 3 Jessica and I think the homework is difficult. Help Jessica and me. يبقى help ايه? Help us please.
very good. عشان هنا ايه me اللي هي I help us please. Jason is very polite. Jason is very polite and outgoing. اجتماعي. I love hanging out with me. Very good with him. I can't find my camera. Have you got it? Sheila and Jim were at the museum. Did you see? شفتهم هم. Did you see them? كده حنبقلنا ايه الاسماء اللي موجودة عندي الى ايه object pronouns ضمير مفعول قلنا قبل ايه فعل. Now complete the email using personal pronouns برضو الضمير ايه الشخصية زواج ضمير فاعل او ضمير ايه مفعول. Dear Tony, how are you? I am fine. Jim and Space went on school trip to Italy last week. Space was great. Space took a boat to Elba. It's a beautiful island and we liked Space very much. I had my camera with Space, so I took lots of pictures. Jim went horse riding. Space had lots of fun. I didn't go with Space because I don't like horse. We also explored caves on the island. There was water in Space. We wanted to go swimming, but the water was very cold. Our teacher told Space lots of things about the island too. Napoleon lived there. His house is a museum now. And we visited Space. We had a great time. Anyway, I've got lots of homework for tomorrow. Think about them and start them with the مناسب. Number one, نسبع كده, I, excellent. Number two, it, very good. Number three, we. Number four, it. Number five, me. تمام. Number six, he. Number seven, him. Number eight, them. Number nine, us. And number 10, it. وفي نهاية الليسن بتاعنا اتكلمنا على new words واتكلمنا على points of the compass واتكلمنا طبعا على important sentences. عرفنا طبعا ايه هي الـ personal pronouns وايه المقصود بـ subject pronouns وايه المقصود بـ object pronouns. امتى نستخدم subject pronouns اذا كان بعدها فعل وامتى نستخدم object pronouns اذا كان قبلها فعل. وخدنا important paragraph about Christopher Columbus. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب مع السكولة النجاح بسهولة.